وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي في ضوء ما تم التوافق عليه من تخفيضات من قبل الشعبة العامة للمخابز. جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط والذي يعد قيد الإنشاء حاليا، وذلك ضمن جولته الموسعة بالمحافظة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية. حرص مدبولي على تفقد بعض أجزاء المبنى الرئيسية ومنها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والذي تم افتتاحه وتشغيله في نوفمبر عام 2023 بعد تجهيزه بالكامل.